السلام عليكم. تعرف عدة ولايات جزائرية بداية من اليوم ارتفاع كبير وغير مسبوق في درجة الحرارة بسبب ظاهرة اقتران والتحام المرتفعات الكبرى حسب مختصين في هذا المجال، وعليها يرتقب ارتفاع محسوس لدرجة الحرارة عن المعدل الفصلي نهارا على كل شبر من أرض الوطن، وخاصة المناطق الشمالية الشرقية. وفي ولاية قلمة ستصل أو تفوق درجة الحرارة 28 درجة كاملة خلال 3 أيام المقبلة، لتستقر لاحقا بين 18 و24 درجة، في حين ستغيب عن الأمطار لوقت طويل إلى غاية الانفراج بحول الله. الوضعية ستطال هذه المرة، وقد تتخلل الأيام الخمسة الأولى من شهر جونفي أو أكثر من ذلك، والله أعلم.